بينما كانت مرشحة الشباب عن دائرة الأشرفية نايلة تويني تعلن برنامجها الانتخابي في فندق لغابرييل، بدأ شبابها من الأمنيين وقبل وصولها إلى الندوة البرلمانية بترجمة هذا البرنامج عمليا على الأرض، إذ شهروا أسلحتهم بوجه موظفي شركة في آي بي الذين يعملون فالي باركينج في أحد مقاهي المنطقة، فقط بسبب تمني هؤلاء الموظفين غير المنتمين إلى أي حزب على مرافقي تويني إبعاد سياراتهم من الموقف المخصص للزبائن، فكانت النتيجة 3 جرحى. بتفاجئ بيه شوفاني ما بعرف لمين بصفوا سيارته من 24 لقدام خلينا نشتغل نحن بس 4 شوية بدنا نصفوا هون بصفوا السياره بس في جدال بصير بعيط وبيعمل حلو لهني شيء كبير كثير لم ياخذ المعطي نحن بنقعد على جنب نحن ورفاقي بتفاجئ ولا بعد شي ربع ساعه ثلث ساعه بتيجي عصابه مسلحه رصاص وسكاكين وبينزلوا فينا لالي ولشباب اللي معنا لا عارفين لا وين رايحين ولا وين جايين ولا انا وحنا غادرين للمستشفى. بتفاجئ انا بصف سياره بيجوا تحط المفتاح تبعها على التابلو ما بلاقي غير بيجي سيارتين ثلاثه بيجوا بقوصوني بيجي واحد بضربني بالسكين وواحد ببلش يخبطني على راسي وانا قدام عم بينزف علي وصاحب الثاني بده يجيب السياره وبلش فيه بسكين على بطنه وعلى ظهره. الاو تي في التي عادت الجرحى في مستشفياي رزق واوتيل ديو علمت من مصدر متابع للقضية أن وكيل الشركة المذكورة التي يملكها كل من موريس الجميل وشاد الهبر تقدمت عبر موكلها بدعوى قضائية ضد جوزيف منصور مطلق النار، إميل سمعان حامل السكين، فيار البطار وهو أحد عناصر فرع المعلومات، فريد هريري وطارق يتيم. وأفادت المعلومات أن هؤلاء الذين ينتمون إلى القوات اللبنانية ويعملون كأمنيين مع تويني ألقي القبض عليهم ونقلوا إلى سجن وزارة الدفاع للتحقيق معهم. اللي صار معنا ويصير مع أي حدا يعني أول شغلة يعني هيدي، واللي حسيته أنه لبنان صار مثل سوري يعني بالكلمة صار مثل مزرعة، عرفت كيف؟ ما في لا دولة ما في شيء، عرفت كيف؟ فاتوا علينا نحن درك اللي كانوا، كان في 2 من الدرك، واحد بالمعلومات وواحد دركي، عرفت كيف؟ قربوا ضربوا شاب عمره 20 سنة. ما حكيوا معه يعني، قربوا ضربوه، عرفت كيف؟ بيوصل شاب مجهزينه يعني كانت خبرية إنه عملية كأن عرفت كيف؟ فايتين كوموندوس على شي موقع بدي يحرروه، حسيت حالي بإسرائيل أنا بتل أبيب، عرفت كيف؟ ففاتوا ليحرروه ضربوا الشاب اللي معي، عرفت كيف؟ انا مسؤول عن شبان عنا هناك نشتغل نحن برا بالكفه نجار. فبتفاجئ بسيارتين، عرفت كيف؟ بيقربوا وبيطرقوه بالسياره كمان على الشاب، والشاب كان سامر ابو شقره بعيد عنهم، بس شافوه قالوا له اقتلوه. بتمنى من الدوله اذا بيتكرموا علينا يعني، قد ما يكون الواحد راسه يعني بدق وين؟ بدق كثير كبير فوق، بتمنى يلحقوه، عرفت كيف؟ وبتمنى المال السياسي ما يلعب كثير، عرفت كيف؟ بإذن الله يعني إذا ما في حدا ياخذ لنا حقنا، في الله بالنهاية بياخذ لنا حقنا بالنهاية. بلش بتلاسم مع شوفير ما بعرف مين كان كفي نجار، بعدين دق تليفون إجا دركي. قالوا لي عميتي هذا الدركي مد إيده علي، بعد ما بمد إيده علي الدركي بيجوا شباب بيجوا فوق 12 شاب بيطلعوني السكاكين بظهري وبيقوصوا علي، ايه لما طلعوني بالسكينة عم بهرب منهم خبطوني بالرانج، لما كمان عم بهرب منهم صار اوصل. تويني التي تقوم بمساع حثيثة لإطلاق المتهمين اتصلت وبحسب مصدر أمني بوزير الدفاع مطالبة بإطلاق سراحهم. هنا وعلى بعد أمتار من أوتيل جابرييل في الأشرفية سقط شبان لبنانيون برصاصات وسكاكين ميليشياوية تحمي مرشحي شعار العبور إلى الدولة، عذرا ولكن عن أي دولة يتحدثون؟ من أمام كافيه نجار في الأشرفية